الدير. تعمل مصالح أمن ولاية البليدة على غرار المصلحة الولائية للأمن العمومي على تحسيس مستعملي هذا النوع من المركبات وكذا المواطنين وتوعيتهم من ظاهرة السلوكيات السلبية الخطيرة وما يتبعها من أضرار لمستعملي الطريق العام والساكنة، على غرار عدم احترام قانون المرور، السياقة دون وثائق، عدم ارتداء الخوذة وكذا المناورات والاستعراضات الخطيرة. منيح الناس راهي تموت، ليجان صغار يموتوا، الانسان يحترم، بس احنا ما نجريوش وحده وحده، ما تمشي حسب قدك باش ما تكونش خطر على الانسان. تسرى منك تكراس قلت في الكاسك سخانه هكذا منا دو غير هنا بك عندنا غير السونتر فيل، انا خرجوا منا ولا منا نستعمل الكاسك نديرو غير هنا بك في وسط البلاد ما نستعملوش. الدراجات بدون خوضة بدون كاع ادنى وسائل الحمايه يغيظوني على انسان هذوما هم يخاطروا باعمارهم ويعرضوا روحهم لحوادث بدون انسان مبرر، قادرين مادام قادر يكسب دراجه واش عليه يزيد يشري خوذه ويشري لباس تاع الدراجه.